جالي عالم آثار اسمه فيفيان ديفيس، كلام ده التسعينات تقريبا حاجة. راح أخدم مش أنا بس غنى، راح أخدم الهداية كده. راح أقف كده على بعد فبقول كده. شايفين بص المنظر بقى من كام؟ وأنا فاكره كأن أنا شايفه دلوقتي. فيفيان ديفيس ده عالم مصريات أجنبي، بريطاني. أعتقد كان من ويلز، كان ويلش. وراح قايل لي جملة. واحد، أنا ما شفتش فيفيان ديفيس في حياتي بعد كده. اثنين، الجملة دي مش غيرت حياتي وبس، غيرت حياتي ودراساتي ومحاضراتي وكتبي وسفرياتي وحاضر في الخارج وهذا الرقم ربنا بعد الموت الجزئية دي عشان يقول لي جملة، الجملة دي تعيش في ضميري وتغير حياتي تماما. تغير حياتي إلى الأحسن. بس هذا الرجل فيفيان ديفيس. طب عايزك طول ما انت ماشي في حياتك ارسم الناس دي. الناس دي لما تظهر حياتك ايه؟ Here is the Sphinx. Where is the second one؟ بس ولم ارى فيفيان ديفيس في حياتي بعد كده. رحت حضرت بعد كده في المتحف البريطاني والمتحف المتروبوليتان في نيويورك وربنا اكرمنا وحضرنا بالخارج والداخل بل أن فكرة أبو الهول الثاني اللي قال لي عليها دي ألفت عليها كتاب باللغة الإنجليزية رغم أنه هو ما ادانيش أي إثباتات غير فكرة إحنا ليه تملي بيبقى عندنا اثنين أبو الهول في كل حتة في مصر إلا في الجيزة. يعني لو حضرتك رحت مثلا معابد الكرنك هتلاقي طريق تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش دي اللي هو الراجل اللي ضربها امبارح بتاع ميدان التحرير دي لو كنتوا شفتوا القصة بتاعت امبارح في واحد ضرب مناخير هنشوف الخبر كده اللي انا بعتله ده وبتاع واحد كده طلع هنا في التحرير وضرب التمثال على وشه بالادوم كده قبض عليه. المهم طبعا انا ما سمعوش كلامي قلت لهم ما تحطوش التماثيل في ميدان عام قبل كده وقعدت اصرخ في وسط مصر وخش اشوف